فرنسا وتعلمه في فرنسا، ثم بعد ذلك أنه استطاع أن يصل إلى عميد الأدب العربي بعد أن كان عميدا لكلية الآداب، ثم بعد ذلك وصل إلى وزارة المعارف. يعني باختصار جدا، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. طه حسين من الناس اللي ستظل السيرة الذاتية له يعني على مرأى ومسمع وقدوة للجميع بإذن الله. السيرة الذاتية كان يمكن الرؤية اللي احنا شفناها دي يا أستاذ محسن مدخل جميل جدا نعم نقدر ندخل منه لحياة طه حسين. نعم فجر فينا يعني الكثير من مظاهر التحدي للواقع، فيضا فجره طه حسين، وهذا الفيض من النور. وإن كان طه حسين قد عاش أسير الظلام، يبقى طه حسين حق له أن يعيش في وجدان مصر وفي تاريخ مصر وفي عقل مصر وفي قلب كل مصري يريد لهذا الوطن النجاة والسلام. قدوة بالطبع لنا. نعم الفكرة اللي يعني الدكتور محسن في البداية يعني قدر ان هو يدخل منها عن حياة طه حسين، ثم التقرير الذي أعد يعني رائع. دعنا ندخل في الشكل العام لقصة الأيام. احنا قلنا هي سيرة ذاتية. دكتور محسن قال لك ان هي طبعا الطالب عليه جزئين، الجزء الاول حياه طه حسين في الريف، الجزء الثاني حياه طه حسين في الازهر، كان هو في جزء ثالث اللي هو حياه طه حسين في فرنسا بعد ان سافر فرنسا زي ما شفنا في التقرير، لكن الجزء الثالث الغي من منهج الثانويه العامه. كما ان الجزء الاول والثاني بتصرف، يعني في اجزاء كثيره يعني محذوفه من القصه، لان طبعا القصه ضخمه جدا كفكره عامه عن حياه طه حسين، هي ضخمه جدا، ولكن طبعا يعني حدث فيها تصرف فتم حذف الكثير من الفصول حتى تتلائم مع وضعها مع وضعها في منهج الثانوية العامة. ولذلك يعني سنحاول أن نلقي الضوء بقدر الإمكان إذا كانت هناك أحداث قد يحدث فيها قدر من اللبس عند قص القصة أو حكي القصة، سنضطر إلى أن نعرض تلك الأحداث معكم بإذن الله. ولكن الأمر سهل جدا، قصة يعني أنا بعتبر قصة الأيام يمكن أكتر حاجة مضمونة بإذن الله، نعم لو أنت هتعتبرها يعني في عليها 7 درجات، ال7 درجات بإذن الله مضمونة، لكن أنا عايزك تاخد القصة كقدوة زي ما احنا شفنا. يمكن دكتور محسن بيقول لك فجرت فينا، يعني مجرد تقرير صغير فجر فينا نوع من يعني التحدي، نوع من العزيمة، نوع من محاولة تقليد أو قدوة لطه حسين. فهو ده الهدف من القصة ووجود القصة في منهج الثانوية العامة. طه حسين تعدى يعني العمى، وهي أمر صعب جدا على أي إنسان. هو لم يولد أعمى ولكنه أصيب بالعمى زي ما هنعرف في صغره، وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يتحدى تلك العاهة ويصل إلى أعلى المناصب. هذا هو أهم شيء، أن نتخذ مثل هذا الشخص قدوة لنا، وهو موجود في قصة الأيام في الصف الثالث الثانوي، ليس فقط حتى نقوم بحفظ الأحداث أو حتى نجيب عن الأسئلة أو حتى نأخذ الدرجات، ولكن حتى يكون حافز لنا أو قدوة لنا في حياتنا اليومية. دكتور محسن لو حبينا يعني حضرتك، إحنا قلنا في جزء أول وجزء تاني وجزء تالت. أنا عايز بس اتفضل يعني اتفضل. أبث نوعا من الطمأنينة في نعم نفوس أبنائنا طلاب الثانوية العامة مع يعني بداية حلقات قناة مصر التعليمية المتخصصة في اللغة العربية بملاحظة أوراق إجابات الطلاب العام الماضي. وجدت أن فرع القصة يمكن كان من الفروع التي نالت الدرجة النهائية على مستوى قطاعات الثانوية العامة في ربوع مصر، سواء قطاع الصعيد أو المنصورة أو اسكندرية. هو السؤال بس بتاع حديقة المعلم هو اللي كان يعني في قدر من يعني اللبس يعني. احتمل لا أمرين. هو ليه إجابة واحدة، ولكن هو يعني حدث في قدر من اللبس للطلاب. يعني أنا بقول إن أنا لقيت الدرجات كاملة 6 درجات كاملة من 6 درجات في فرع القصة. نادر لما كنت بلاقي ورقة يا أستاذ صلاح واخدة
يعني درجة أقل من الدرجة النهائية في فرع القصة الأدبية. ده الشاهد منه إيه؟ إن القصة بمشيئة الله مضمونة هذا العام ومن أول الفروع المضمونة ومضمون الحصول على درجاتها كاملة بمشيئة الله تبارك وتعالى بإذن الله. قصة الأيام يا دكتور فيها حاجة اسمها المقدمة. نعم. في المقدمة يعني المقدمة يا ترى بيجي فيها أسئلة؟ بيجي فيها أسئلة وجت في 2017 دور مايو ودور أغسطس. يعني أنا عايز أعرف السيرة الذاتية. يعني بيجي فيها أسئلة؟ بيجي فيها أسئلة. طيب إحنا يعني هنلقي الضوء في البداية على المقدمة، إلقاء الضوء، وحينما نمشي في أحداث القصة سنلقي الضوء من جديد على المقدمة، لأن نعم. المقدمة يعني هي مقدمة على أحداث القصة. فبعد أن ننهي أحداث القصة فالأفضل إن أنا في تلك اللحظة أو حين أن ننهي القصة بإذن الله أن نأخذ المقدمة بالتفصيل حتى تكون كأننا يعني نعطي استنتاج لأحداث القصة من خلال هذه المقدمة. ولكن في البداية سنقول المقدمة بتحكي عن إيه يعني كفكرة عامة. فضل دكتور. أهم حاجة أن أعرف أن السيرة الذاتية دي شكل من أشكال الأدب. نعم. وهي رواية متشابكة الأحداث والصور. أهم نعم. حاجة عندي وأنا بذاكر المقدمة أو السيرة الذاتية أعرف الخصائص الأسلوبية لطه حسين. تمام. يعني طه حسين كان يكتب بضمير الغائب. يجي يتكلم يقول صاحبنا. يقول كان يصنع كذا. كان مين؟ كان هو. طب ليه بيكتب بضمير الغائب؟ ليضفي على القصة نوعا ليس من الذاتية وإنما من الموضوعية. كان يعتمد على حاسة البصر وحواس أخرى. طه حسين أيضا كان يكتب إلى القارئ وكأنه يتحدث إليه ويعتمد على موسيقى رنانة من خلال الجمل المتساوية في إيقاعها واللوازم الأسلوبية. هذا ما نريده من المقدم. يعني دكتور محسن لخص فأوجز بصراحة، هو يعني أهم حاجة أنت لازم تلاحظها في البداية حتى حينما تتناول القصة تكون فاهما لأحداث القصة. طه حسين هو يتحدث في القصة، يتحدث عن نفسه في صورة إنسان غائب. من البداية ما بيقولش أنا خالص، هو بيقول لقد كان صاحبنا، لقد كان الفتى، لقد كان الولد. هو يتحدث عن نفسه في صورة إنسان غائب، وزي ما قلنا ليضفي قدرا من الموضوعية وليبين أنه ليس لديه أي قدر من التكبر. زائد أن طه حسين تجد وكأنه يتحدث إلى القارئ أكثر مما يكتب، يعني تلاقيه وكأنه بيتكلم مع القارئ وكأن نوع من الألفة بينه وبين القارئ، وذلك ليجد مزيج من شدة ذهن وجذب الانتباه. توحد الاندماج، عايزه يتوحد معاه ويندمج معاه يا أستاذ صلاح. تمام. طه حسين من البداية برضو حنجد أنه يعني حينما يصف الأشياء، هو طبعا أصيب بالعمى وهو صغير، فحينما يصف الأشياء يصفها من خلال حاسة غير السمع، وخاصة غير الرؤية، فيصفها بحاسة السمع أكثر شيء. فنجده يقول مثلا تصايح الدايكة، صوت التصايح الدايكة هو دايما كان بيقول صوت المسقة وهو بينادي على المية، أصوات دايما كان صوت دقات عصا، تجاوب الدايكة وصياح الدجاج. نعم. يعني هو حديث كله عن الأصوات وليس فقط الرؤية، هو يعني يتحدث وحواس أخرى. نعم. يعني لما قال مثلا اللمس، مثلا حاسة اللمس أو الهواء حينما كان يدخل إلى وجهه يداعب خياشيمه ووجهه. إذن ليه؟ لأنه كان أعمى. لما أجي أنا أوصف وأنا ليس لدي حاسة الرؤية فلابد أن يعني أحاول أن أصف ذلك من خلال الحواس الأخرى. دي فكرة عامة عن كيفية كتابة طه حسين للقصة. طبعا السيرة الذاتية، طه حسين كتب السيرة الذاتية، ويعني أي حد بيكتب السيرة الذاتية إذا ما وقع بعض الأشياء من ذهنه، يعني أنا بكتب وأنا عندي مثلا 4-5 سنين وأنا دلوقتي عندي 50-60 سنة، فأنا لما باجي أكتب قصة حياتي أكيد في بعض الأحداث ستسقط مني. طه حسين بيقول في البداية برضو في المقدمة أنه كان بيضطر أنه هو يعني يوجد مخرج لهذه الأحداث التي سقطت منه بأنه هو يوجد أحداث، وليس هذا نوع من الكذب ولكنه نوع لسلسلة الأحداث حتى عايز يسد الفجوات اللي نعم. ممكن تكون سببها النسيان في الذاكرة. نعم. هذا عن الرؤية العامة، طبعا سنتناولها بتفصيل أكثر في بعد أن ننهي القصة. ندخل في قصة الأيام.
طه حسين زي ما قال دكتور طه بيتحدث عن نفسي في الجزء الاول. دكتور عليش. دكتور محسن عفوا يعني نعم. دكتور محسن زي ما يكون بيتحدث في الاول عن حياته في الريف.